توحشكم بزاف بزاف. اليوم جيتكم بوصفات طبيعيه زوينين غنطبقهم على راسي مولفه كنديرهم. قلت هاد الخطرة غنشاركهم معكم. الوصفه الاولى هي الوصفه ديال النضاره، هذه صايبتها بالرز، كتجي على هاد الشكل، كتجي كريميه. ولكن البنات مع هاد الوصفات كاملين ما تطبقوها على الوجه ديالكم حتى تكونوا درتوا سكراب لوجهكم، حتى تكونوا البشره ديالكم نقيه على الاقل. هاد السكراب كيدار مره في السيمانه، يعني الا بغيتوا ديروها وسط السيمانه غسلوا وجهكم بالصابون ليمون فين كتغسلوا به، ومن بعد ديروا الماسك. انا غسلت وجهي بالصابون ليمون فكنغسل به. دابا غنطبقها على البشره ديالي وغنخلي لكم المقادير اللي كنستعملوا في هاد السكراب. انا كنخدم بيديا في كلشي، ولفتوني في الماكله في كلشي كنخدم بيديا. انا دابا غنهزها غنبدا نطبقها على وجهي. كتجي هاد الكميه، كندير كميه اللي كندير ثلاثه الخطرات، حيت هاد الماسك واخا ديروه حتى يعني يوميا ما بالعكس ما عنده حتى شي اضرار، بالعكس هو كينقي الوجه، كيعطيها نضاره، كيفتح البشره. راكم عارفين الرز والفوائد ديالو. دابا غنطبقو على الوجه ديالي كامل وغنخليوه 15 دقيقه البنات. ما نساوش هنايا انا البشره ديالي، انا البشره ديالي عندي دهنيه، ولكن في نفس الوقت كاينين بلايص اللي عندي ناشفين وعندي انها حساسه، يعني نقدر غير ندير سكراب لوجهي كيولي احمر. صافي هانا نديرو هذا الطاج يكون شويه عام، هذا الماسك كونوا متاكدين الا تبعتوه غيخلي لكم البشره ديالكم نقيه بزاف بحال ديال لي بيبي. انا راه وجهي كنخرج عليه، عندي حوايج اللي ما خاصنيش ناكلهم وكناكلهم كيبداو ينوضوا فيا حبيبات صغيورين، مي غير كنحبس داكشي اللي مولفه ما كناكلوش كيرجع عاوتاني كيتنقى ليا راسو. صافي البنات دابا طبقناها بحال هكا. غنخليه تقريبا 15 دقيقه. دابا غندير سكراب ديال الشفيف فهاد بما نشف ليا الماسك نستغلوا الفرصه، يعني هاد الكميه راه كثيره البنات. غتغطيو هذا وغتحطوه في الثلاجه ويوميا نديرو منه، حيت كاينه اللي كتعكس باش تبقى تصايب ماسك يوميا، هذا من الاحسن. دابا غنجبد السكراب اللي صايبت معكم، هذا ديال السكر وحبيبات وزيت الزيتون والقرفه، غنهزو غنطبقو على الشفايف ديالي. صافي غنبقى ندير بحال هكا حتى نكمل، نكمل 15 دقيقه بوجهي وغنوض نغسل وجهي بالماء اللي يكون بارد كيتنقى. دابا غنرش عليه ماورد، غنخليه شويه يبرد. ديك الساعه غندير الكريم اللي مولفين كديرو، يعني ديرو اي كريم، انا كندير هذا ديال زاغو زوين، هذا كيعجبني ما كنهش بيه مزيان. ندير الكريم ديالي ما يدمش بالعكس، ديما نديروها
تنساوش الانك ديالكم البنات، وراه ضروري حتى الماسكات الا غطبقوهم على وجهكم طبقوهم على الانك ديالكم. انا نسيت البديل ديال الماكياج اللي صايبت، غنهز منه شويه غنطبقو على الشفاه ديالي. راه كيكون مزيد، يعني كيخلي الشفاه ديالنا ما كتنشف حناكي. غندير شويه هنا صافي، غنحل. صايب الاروز، الاروز راه عارفين الفوائد ديالو بزاف. انا درت هاد الاروز للحبيبات ديالو صغار اللي كنطيبو الحليب، اللي كنطيبو الرز بالحليب. انا شديتو صفيتو، دابا غنديرو باش نطحنو في الميكسر. وهاد الماء غنحتاجو من بعد. المهم انا دابا غندوز الارز في الميكسر حتى يولي كريمي ونرجع معاكم. غنجي غنزيد ليها النشا، نزيد ليه تقريبا جوج معالق كبار. نحركهم مزيان حتى يدخل كاع هادشي مع بعضياته. طبقوا على الوجه ديالكم، تقدروا تطبقوا على يديكم، هو راه كيفتح لون ديال البشره. دابا غنبقاو بحال هكا كنحركوا فيه حتى يعطينا واحد الملمس اللي رطب بزاف، ومن بعد غنزيدو عليه شويه ديال الماء ديال الارز، غنزيدو معلقه تقريبا غير شويه ماشي بزاف صافي. وغنبقى نحرك في هذا تيرجع ليا كريمه. ونزجد معاكم مقشر ديال الشفايف اللي زوين بزاف كيعجبني، وعندو نفس النتيجه ديال مقشرات الاخرين، مي هما كيتباعو يعني باثمنه اللي غاليه، وهو راه ساهل تقدري يعني ديريه في الدار. انا غنصايبو معكم تقاد عليا وغنصايبو. كنحتاجو سنيده، السكر حبيبات، غندير هنايا معلقه صغيره، وغندير القرفة، حتى هي القرفة عندها فوائد كثيرة وزوينة وريحتها طيبة. كنخلطو هاد القرفة مع السكر حبيبات، ان شاء الله هاد الوصفات تشوفوهم عليا، انا غنطبقهم على راسي كيف ما موالفه، وغتشوفوا النتيجه ديالهم. وغنزيدها زيت الزيتون، صافي
الا جاتكم خفيفه، الا درتوا لها زيت الزيتون بزاف يمكن تزيدوا السكر، ماشي مشكل. انا نزيد شويه السكر صافي، ونحركها مزيان، ندخل هذيك زيت الزيتون وهذا هو المقشر ديالنا اللي كنديروا للشفيه، يكون بديل ديال هاد بنفات اللي كيتباع غالي، ولكن هذا اللي غنصايب لكم انايا طلع حسن منه ومرطب عليه ورخص بطبيعه الحال. حنا كنقلبوا على الحاجه الرخيصه، ما كنقلبوش على الحاجه الغاليه. هذا كديريه في الشفاه ديالك، كيخليها لك غوز بيبي، وكديريه في حنكاتك كيبينك انك عندك خدود ورديين، يعني كتبان طبيعيه. حنايا باش ما ناخذوش هذا اللي غالي، غنصايبوا البديل ديالو. البديل ديالو اش كنحتاجوا فيه؟ كنحتاجوا فيه العكر الفاسي، انا عندي هذا اصلي، كنحتاجوا الماء ورد، وكنحتاجوا الجليسيرين. الجليسيرين خديته انا من لا فارماسي. غنهزو دابا العكر الفاسي، كديروا على حسب نتوما كيف بغيتوه يكون غوز. المهم كتهزو قد داكشي اللي بغيتو نتوما وكتخليو بان ليكم لونو فاتح بغيتو تغمقوه، شوفو نتوما نزيدو. دابا ندير معلقه صغيره ديال الماء ورد، وغندير معلقة صغيرة ديال الجليسيرين. زوينة الجليسيرين البنات، راه مرطب وعندو فوائد بزاف وزوين. دابا فاش غنكمل غنخلط المهم كيجينا بحال هكا، كنخلطوه مزيان. المهم كيجي على هاد الشكل ها، يعني اللي درتو في البلاصه كيخلي واحد الاحمرار، يمكن راه باين ليكم. كيجي زوين وبديلو، وكتكون نفس الريحه اللي ديجا كاينه في هذا هي اللي كاينه في هذا. وهذا ديال الدار مصايبينو على ايدينا حنايا وعارفين شنو فيه وبثمن اللي رخيص. حنا وصلنا للاخر ديال الفيديو، كنتمنى يعجبوكم الوصفات ديالي وتطبقوهم، واللي طبقاتهم تكتب لي في الكومونتير وتقول لي راني جربت، وتقول لي يعني شنو الفرق اللي لقات من بعد ما جربت الوصفات. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد.